اهلا بكم متابعي قناة فروم مروكو في نشرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها عاجل هزة ارضية جديدة بشمال المغرب نشرة انذارية ولن التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة واعجاب بالفيديو اعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء عن تسجيل هزة ارضية بلغت قوتها اربع درجات على سلم ريستر زأول اليوم الخميس بعرض ساحل إقليم درويش وأوضح المعهد في نشرة إنذارية أن هذه الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم درويش وقعت على الساعة الثانية عشر وسبع دقائق و12 ثانية زوالا وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة التي سجلت على عمق 27 كيلومترا وقعت عند التقاء خط الأرض 35،517 درجة شمالا وخط الطول خمسمائة درجة 88 درجة غربا كنتم مع نشرة إخبارية إلى اللقاء